وضع القاعدة الاقتصادية المتينة، عديد الشركات اليوم برهنت عن تحكمها في مسار الانتاج، تلبية لاحتياجات السوق الوطنية والوصول إلى الأسواق الخارجية ببعث ديناميكية جديدة للاستثمار. وهو ما كان واضحا في الصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية بقسنطينة. رانا عندنا كما يقولوا السرعة في الإنجاز بفضل المواد الأولية المتوفرة، وبفضل السيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية اللي عد جميع التسهيلات في جانب الاستثمارات من عقود ورخص بناء وكلش. هذه الأسباب رانا قلصنا في مدة الإنجاز وخفضنا في السعر اللي يكون في متناول جميع الفئات. نخدم كل حاجة هون، تريسودي، كوفراش، ميتاليك، سافوتاج، والاكسسوار تاع الكوفراش الميتاليك والسوتاش نخدمهم كل. نحن نسعى كل حاجه نصنعها في الجزائر، ما نجيب حاجه من الخارج. سيتم تنصيب الشباك الوحيد للاستثمار لاستقبال طلبات المستثمرين والمتعاملين من أجل مرافقتهم. ولتحقيق تنمية شاملة سيكون الصالون حتما فضاء للتعريف بالمنتوج المحلي، وكذا إبرام شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين. المعرض هذا بعد رانا ناخذ دي سي دي، يعني ممكن نحن نوسعوا في الشركة تاعنا، من كانت شركة غير تعبينا ممكن نزيد نوسعوا في حوايج أخرين. بمشاركة 122 عرض بزيادة 20% مقارنة بالطبعة الماضية، هذا يعني يدل على اعتماد القانون الجديد للاستثمار. فالمناخ متاح اليوم لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال هذا الصالون الذي يتيح فرصة الترويج لمختلف المنتجات المتعلقة بالبناء.